أنا بدي بنتي تكون مبسوطة ومرتاحة. كاريشما مثل بنتي يا أخي، حتى أنا بدي إياها تكون مبسوطة بحياتها. لهيك لا تتأخر وتصرف. بتوقع أنه كيرتي قالت قدام الكل أنه ما في شي بينه وبين روهان ونحلت القصة كلها، وميتاي ما رح توقف عن هي المشاكل، وبالآخر رح يتدمر هذا الزواج. لهيك لبين ما كاريشما وروهان يتزوجوا رح يكون أفضل إذا كيرتي بعدت عنهم. أنا ما عم أفهم للصراحة، سيد ما كان أبداً يتدخل بالأمور العائلية، بس هلأ وفجأة صار يتدخل. لهيك أنت لازم تحكي مع أولادك. أنا قصدي يا سيلفي إنه حتى ميتاي رح تكون مرت ابنك، وهي ما بتسمع من حدا، بس أكيد بتسمع من شوبهام، وشوبهام طول الوقت عم يضل يوقف معها ضدنا. إذا كان فيك تحكي مع شوبهام وتحل الموضوع، أكيد كلهم بيحترموك وبيسمعوا منك. وأنا كل اللي بدي إياه إنه بنتي تتزوج وما يصير أي مشاكل بيوم عرسها. أنت اللي بتعتبر كاريشما مثل بنتك، لهيك ما فيك تعمل هالشي مشانها. اجيت لعندك وأنا متأملة فيك خير، وهلأ سعادة كاريشما متروكة عليك وبين إيدك أنت. خلينا نروح. سيدهارت تعال معي شوي، بدي احكي معك كلمتين. بعتذر انا مشغول. ملاحظ انك مشغول، لو كان هذا الشيء مو مهم ما كنت جيت. سيد انت لازم تروح وتسمع ابوك شو بده منك، يلا لو سمحت، وعادي بس ترجع منكفي شغلنا. أكيد سيد بيكون خبر أبي بكل شيء. صراحة أنا ما عم بفهم، بالرغم من إني شرحت لكم هالشي، ليش هيك يا أولاد؟ ليش عم تعملوا مشاكل بعرسها لكاريشما؟ كيف؟ أي مشاكل هي؟ عمك ومرته إجوا على غرفتي لحتى يحكوا معي. روهان كان مقرر يشتغل بأمريكا، ليش سيد خبره ينقل شغله لهون ويبطل يسافر؟ لهيك لبين ما كاريشما وروهان يتزوجوا كيرتي لازم تبعد عني. بابا أنا سبق وقلت لك إنه ما في شي بيني وبين روهان نهائيا، ومع هيك إذا الخالق كان بدأ إنه ما يصير مشاكل بعرس كاريشما فأنا ما رح ضل هون ورح أترك البلد. ما في شي بيهمني أكتر من إنه تضل كاريشما مبسوطة، مستعدة أعمل أي شي يخليها مبسوطة يا أبي. خلاص بدي إياك ما تاكل هم كيرتي بنوب، أنا قلت لها تروح معي على سنغافورة. أنت شو قلت؟ كيرتي بدها تروح معك؟ شلون هيك قررت يعني؟ طيب ما كان لازم تسألني وتاخد رأيي؟ ليش؟ لطالما كنت أنا اللي باخد القرار. أما بالنسبة لكيرتي فهي كبيرة هلأ وصار فيها تاخد قرارها لحالها، وبتوقع أنه رح يكون أحسن للكل إذا كيرتي بتطلع من هون. وفوق هيك هذا المكان شو بيعني له؟ وأكيد إذا راحت معي أحسن له. بنتي كيرتي.
شو اللي عم يصير؟ حتى كيرتي رح تتركني؟ شو ساوي؟ أنا كتير آسفة عمي، بعرف إنه هالشغلة بتخص عيلتك وما لازم أحكي وأتدخل فيها بنوب، بس أنا بتوقع إنه المشكلة ما بتتعلق بسيد وكيرتي، المشكلة من الأساس هي ميتاي. خلص أنا رح أتعامل مع سيد، وحتى متأكدة إنه كيرتي رح تسمع كلامك أنت، بس هي ميتاي ما بتسمع إلا من جدة ومن شبهام، وما بتقتنع غير منهم، وممكن شبهام يعمل أي شيء لحتى يقنعك إنه هي شخص منيح. وهلأ يا عمي لازم تقرر على السريع كيف بدك تتعامل مع ميتاي ومشاكلها لحتى بالآخر ما يخرب هذا الزواج. مرحبا أمي. مرحبا أبا. أهلين وسهلين. قولي لي جهزتي كل شيء مشان اليوم؟ اليوم يوم مهم كتير قبل الزواج لأنه تحياتي. أهلين. تحياتي لكم. مو مشكلة، ضلي بخير. خلص هلأ كل شيء صار جاهز، وبمجرد ما يوصل مع أبي شيك الحلو رح نتحرك فورا. تفضلي قعدي لكم جان. يلا أكيد. تفضلي. ماني شايفة يا ريشما. يا ريشما كاريشما كاريشما، شوفي حماتك هون ليكا. يلا تعي سلمي عليها. قومي يا بنتي قومي. شو صاير؟ ليش عيونك منفخين؟ كنتي عم تبكي؟ لا غونجان عادي. بصراحة غونجان كاريشما مستحيلة، خبرتها لا تخاف هيك وتتوتر، وإنه الزواج عادي، بس بتعرفي هي لساتها صغيرة، وإنه في كتير ناس رح يكونوا بالعرس، ومع هيك ضلت تفكر لحتى مرضت بالآخر. لا تاكلي هم كاريشما، وقت نروح على البيت رح تكوني مثل بنتي، وخلال يومين بس رح تحسي إنك عايشة ببيتك. شو كافيتا؟ معي حق بحكي؟ ايه أكيد، رح تحسي بيت أهل زوجك كأنه بيتك. خالتي أنا شوي وراجعة، أكيد ما بطول عليكي. ايه أكيد، روح.